السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل المنح والفرص اللي تم عرضها. هتلاقوا منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها انك تقدر تلاقي فرص عمل بسهولة. وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة. وان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا فرص كتيرة جاية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. احب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها كلها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب عشان ما اطولش عليكم كتير، المنحه بتاعت النهارده منحه ممتازه جدا مدعومه من مؤسسه يعني ان شاء الله هتكون مفيده للجميع. المنحه دي هي مقدمه من البنك الاسلامي للتنميه. طب ايه هو البنك الاسلامي للتنميه؟ البنك الإسلامي للتنمية ده هو بنك في السعودية، وهو بنك خيري بيقوم بتمويل المنح بهدف غير ربحي، يعني بيساعدك في الدراسة، بيمولها لك بشكل كامل من تذاكر طيران، مرتب شهري، مصاريف دراسة بالمجان، تأمين طبي، يعني بيمول لك كل دراستك بالمجان. تمام؟ يبقى ده أو البنك الإسلامي ده هي مؤسسة يعني غير ربحية بس عايزة تساعد الطلاب وتساعد الناس. طبعا ده الموقع الرسمي للمنحة او البنك الاسلامي. انا ما عملتوش او ما ترجمتوش باللغة العربية لان هو اصلا مدعوم باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، فيعني الموضوع جميل جدا. واتمنى انكم تتابعوا الفيديو بالكامل عشان هشرح كل تفصيلة في المنحة دي. المنحة دي برامجها فيها حوالي 5 برامج. اول حاجة البرنامج بالنسبة للناس اللي عايزة تدرس بكالوريوس، الناس اللي لسه مخلصة ثانوية عامة او اللي حاليا بتدرس مثلا بكالوريوس وعايزة تدرس بكالوريوس تاني، او عايزة مثلا انها تبدأ دراسة بكالوريوس او المرحلة الجامعية، متاح في المنحة دي مرحلة البكالوريوس، متاح مرحلة الماجستير، متاح مرحلة الدكتوراه وابحاث ما بعد الدكتوراه. الناس كمان اللي عايزة تعمل ابحاث ما بعد الدكتوراه متاحة في المنحة دي. كمان متاح بالنسبة للناس أصحاب الدبلومات اللي هي مثلا عايزة تلاقي تدريب مثلا مهني، زي التدريب في صيانة السيارات، تدريب مثلا في الكهرباء، حاجات اللي زي كده. الناس بتوع التعليم المهني برضو موجود ضمن المنحة دي. وكمان في برنامج لدرجة البكالوريوس خاص ببعض الدول هنتكلم برضو عنها. يبقى في 5 برامج. تمام؟ انت هتشوف البرنامج المناسب ليك وتبدأ تقدم عليه. نظرة كده عامة عن المنحة دي، بيقول لي انها فاتحة دلوقتي التقديم، واخر ميعاد للتقديم فيها هو 28 فبراير 2020، ده اخر ميعاد للتقديم المنحة. طبعا الوقت لسه طويل ولكن انت تبدأ من دلوقتي لان فيها شوية متطلبات كده. النظرة العامة بيقول لي المنحة دي ايه فايدتها يعني، او ازاي بتساعدك على الدراسة. هي عشان نشرح الفكرة بشكل عام، المنحة دي هي مؤسسة بتساعدك في تمويل دراستك داخل او خارج بلدك. يعني لو انت حاليا دلوقتي بتدرس في جامعة في السنة الاولى، المنحة دي ممكن تساعدك انها تمول لك دراستك بالكامل داخل الجامعة اللي موجودة في بلدك. يعني لو انت من مصر مثلا وبتدرس في جامعة القاهرة، ممكن هي تمول لك الدراسة بتاعتك في جامعة القاهرة وتديك مرتب شهري وتديك كل التكاليف. طب لو انت عايز تدرس بره في دولة تانية، كمان متاح ليك، ممكن تقدر تقدم انك تدرس في دولة تانية. يبقى هي بتمول لك داخل او خارج بلدك، مؤسسة تمويلية. تمام؟ وبيقول لك عاملة شراكات مع دول كتيرة جدا سواء داخل دولتك، او كمان ممكن انت تقدم لجامعات كامبريدج واوكسفورد وكوين ماري في المملكة المتحدة وكوبنهاجن في الدنمارك وفي كندا، وكمان في عاملة شراكات مع وزارة التعليم الماليزية ووزارة التعليم التركية والوكالة المغربية. يعني كمان لو انت عايز تدرس بره بلدك، ممكن تختار جامعة او دولة من الدول دي كمان وتدرس فيها تبع المنحة. فحاجة جميلة جدا وحاجة مميزة جدا. خلينا بقى دلوقتي نتعرف على كل برنامج. يعني مثلا لو جينا عشان نبدأ بالبرنامج الاول اللي هو برنامج المرحلة الجامعية، تمام، اللي هو برنامج البكالوريوس، خلينا كده ناخد فكرة او نظرة عنه. بيقول لك اول حاجة من ضمن الشروط عشان تقدم للبرنامج ده انك تكون مواطن من دول الاعضاء، يعني تكون من دولة اسلامية، تمام، اللي هي دول الاعضاء. تكون اتممت التعليم الثانوي. ده احنا دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي عايزه تدرس بكالوريوس، فالناس اللي لسه هتدرس او بالنسبه للناس اللي عايزه تدرس درجه الماجستير او الدكتوراه هنتكلم عنهم، احنا دلوقتي بنتكلم عن درجه البكالوريوس فقط.
عشان تقدم ليها لازم تكون اتممت التعليم الثانوي، تمام، او حاليا انت بتدرس سنه اولى جامعه، يعني يا اما بتدرس سنه اولى جامعه دلوقتي يا اما انت خلصت الثانويه العامه. وليك متاح ليك انك تقدم في افضل الجامعات العامه في بلدك، يعني ممكن تختار انك تدرس في جامعه القاهره، في جامعه اسكندريه مثلا، في المغرب لو انت حابب، ممكن تدرس مثلا في جامعه عندك في داخل بلدك، تمام، او تقدم في جامعه بره، جامعه حكوميه. ما تكونش مستفاد من منحه تانية، ما تكونش حاليا حاصل على منحه اخرى، وتكون لائق طبيا. ايه هي المجالات الدراسيه في المنحه دي بالنسبه لدرجه البكالوريوس؟ فيها كل التخصصات، تخصصات الزراعيه موجوده، تخصصات التربيه موجوده او التعليم، فيها تخصص الناس اللي بتبحث عن تخصص الطب، الطب موجود اهو، طب الاسنان، الصيدله، التمريض، العلوم، فيها تخصصات الهندسه، كل التخصصات هتلاقيها هنا، حاجه ممتازه جدا صراحه. طيب ايه الحاجات اللي انت هتاخدها من المنحه دي كطالب بكالوريوس؟ قال لك هتاخد مرتب شهري كامل، تمام، عشان يغطي تكاليف المعيشه في البلد اللي انت هتدرس فيها، يعني هم يحددوا لك المرتب على حسب ظروف المعيشه في البلد اللي انت هتختارها. الرسوم الدراسية هتكون بالمجان. تكلفة العلاج الطبي في حالة إذا حدث مثلا ليك لا قدر الله مرض أو حادث، كل العلاج يكون بالمجان ليك. تذاكر الطيران لو أنت هتدرس بره بلدك واخترت إنك تدرس في جامعة في الخارج في دولة تانية، تذاكر الطيران هتكون عليهم من الدرجة السياحية كمان، حاجة ممتازة جدا، تمام، يعني التكاليف كلها شاملة على المؤسسة أو البنك الإسلامي ده. طيب بيقول لك أنت ممكن تقدم فين للفرصة دي عشان يعني تدرس تبع المنحة دي؟ انت ايه اللي مطلوب منك؟ اول حاجة مطلوب منك انك تختار جامعة تدرس فيها، سواء الجامعة دي داخل بلدك او خارج بلدك، بس يفضل اولا انك تختار داخل بلدك. لو انت مثلا خلاص بنسبة كبيرة مش حابب انك تدرس مثلا جوه بلدك، متاح ليك انك تختار الدراسة في ماليزيا او المغرب او تونس او تركيا فقط. يعني لو انت حاليا من مصر دلوقتي ومش حابب انك تدرس مثلا في مصر، ممكن تختار دولة من الدول دي، ماليزيا او المغرب او تونس او تركيا، وتختار جامعة فيهم وتسجل فيها وتدرس فيها. طيب النظام بيكون ازاي؟ النظام بيكون انك بتسجل في جامعة من الجامعات دي في اي دولة من الدول دي، والمؤسسة بتتواصل مع الجامعة وبتغطي لك كامل التكاليف. يعني انت الاول بتجيب قبول من الجامعة بتقدم فيها كطالب عادي، تمام، من غير منحة ولا حاجة. بعد كده لما بتتقبل في المنحة وبتتقبل في الجامعة، المنحة بتتواصل مع الجامعة ومؤسسة البنك الإسلامي بتتواصل مع الجامعة وبتغطي لك كامل التكاليف، تمام؟ طيب ايه اللي مطلوب منك بقى؟ يعني انت دلوقتي خلاص ممكن تختار في الدولة اللي انت عايزها، في الجامعة اللي انت عايزها، ايه اللي مطلوب منك؟ المطلوب منك انك هتوقع معاهم اتفاق انك تلتزم يعني بالشروط وكده والقوانين. يعني ما تاخدش، ما تحاولش انك تسعى للحصول على منحة أخرى أو عمل مدفوع الأجر في الدولة اللي انت اخدت فيها المنحة وهكذا. وكمان في كده شرط بعض الناس بتتلخبط فيه، بيقول لك هنا الالتزام بسداد الرسوم الدراسية للسنة الأولى من درجة الماجستير بعد إتمام الدراسات الجامعية. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك لو حضرتك خلصت درجة البكالوريوس تبع المنحة وعايز تكمل درجة الماجستير تبع المنحة برضو، فأنت مطلوب منك إنك تسدد نص المبلغ. يعني إيه؟ يعني درجة الماجستير سنتين، انت مطلوب منك انك تسدد تمن السنه الاولى، وهتسدد تمن السنه الاولى دي بعد لما يعني تتخرج من درجه الماجستير وتشتغل. يبقى انت لو هتاخد درجه البكالوريوس فقط مش هتسدد اي حاجه. لو انت عايز تكمل ماستر على حساب المنحه تاني، فانت السنه الاولى هتبقى على حسابك والسنه التانيه هتبقى على حساب المنحه، وبعد لما بتخلص الدراسه في درجه الماجستير وتشتغل ويبقى كله تمام معاك، بعد كده هما بيقسطوا لك المبلغ بتاع السنه الاولى من درجه الماجستير، وانت بتدفعه على اقساط مريحه جدا جدا جدا، بدون يعني ارباح او فوائد ربحيه او كده، لا بيبقى نفس التكلفه. يبقى ده بالنسبه لدرجه البكالوريوس. وعشان تقدم بتيجي تضغط على قدم الان، وهنعرف بعد كده ازاي عمليه التقديم وازاي ممكن نملى الابلكيشن. تعال نخش كده على درجه الماجستير ونتعرف عليها سريعا برضو كده. احنا بنسبه كبيره عرفنا المنحه بتمشي ازاي. هنا نفس النظام، بيقول لك ان درجه الماجستير الشروط المطلوبه منك، بيقول لك تلتزم بالبرنامج وتلتزم بالمعايير المطلوبه منك في البرنامج، بيقول لك تسدد بقى، خلي بالك من النقطه دي معايا كويس قوي. بالنسبة للناس بتوع درجة الماجستير، أنت مطلوب منك إنك تسدد 50% من قيمة القرض، يعني كأن البنك الإسلامي ده هيديك قرض، القرض ده أنت مطلوب ترجع منه حوالي 50%، يعني درجة الماجستير سنتين، أنت مطلوب منك إنك السنة الأولى على حسابك والسنة التانية على حساب المؤسسة، وهي اللي هتدفع لك كامل التكاليف في السنتين، ولكن بعد أنت لما تخلص الدراسة وتشتغل هترجع القرض ده على اقساط، يعني هيقسموا لك كده على قسط كل مثلا شهر كل سنه على حسب يعني.
تمام. هنا بقى بيقول لك يعني المعايير، بيقول لك لازم تكون حاصل على شهادة البكالوريوس بتقدير أعلى من جيد، تمام، ما تكونش واخد منحة أخرى. بيقول لك دي التخصصات اللي ممكن تدرس فيها في درجة الماجستير. ايه التكاليف اللي بتشملها المنحه دي؟ هتوفر لك ايه؟ هتوفر لك مرتب شهري، رسوم الدراسه بالمجان، تكلفه العلاج الطبي، تذاكر السفر بالطيران ذهاب واياب، كل حاجه هتوفرها لك، تمام. كده دي كل الشروط اللي على مرحله الماجستير. طيب برامج الدكتوراه، برنامج الدكتوراه يعتبر نفس النظام. بالنسبه بقى لبرنامج الدكتوراه في حاجه كويسه قوي، وهو انك متاح ليك انك تدرس في جامعة من ضمن الجامعات الأوروبية في بريطانيا أو مثلا كوبنهاجن في الدنمارك أو كده، تمام. يعني هنا تيجي مثلا في الجزء ده في مكان الدراسة، بيقول لك ممكن إنك تدرس في جامعة من الجامعات اللي موجودة داخل بلدك، أو ممكن تقدم على جامعة كامبريدج أو كوين ماري في لندن أو أكسفورد في المملكة المتحدة أو في كندا أو في الدنمارك أو في أوزبكستان أو في ماليزيا، تركيا، تونس، المغرب. يبقى الجامعات دي جامعة كامبريدج، كوين ماري، أكسفورد، والجامعات دي مش متاحة لدرجة البكالوريوس ولا لدرجة الماجستير، متاحة لدرجة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، تمام. وهنا برضو من ضمن الشروط اللي في المنحة انك مطلوب منك بعد لما تخلص الدراسة، مطلوب منك انك تسدد 50% من قيمة القرض اللي هيديهولك البنك، تمام. يبقى تسدد 50% منه، طبعا بعد لما تشتغل والامور تستقر معاك، هيبقى على شكل اقساط معينة. رابع حاجة بالنسبة للناس بقى هنا بتوع التعليم الفني، تمام، الناس اللي عايزة تاخد تدريب في التعليم الفني، وهنا محددين مجموعة دول. دي الدول المسموح ليها التقديم في التعليم الفني. من ضمن الدول العربية المسموح ليها هي الصومال، السودان، اليمن، اعتقد دول يعني بس من ضمن الدول العربية المتاح ليها التقديم، والباقي دول اسيوية. يبقى دي الدول المتاح ليها التقديم في التعليم الفني فقط. وهنا بيقول لك انت ممكن تاخد تدريب في ايه؟ فني محاسبه وتمويل، صيانه طائرات، فني معدات زراعيه، بتشوف التخصص اللي انت عايز تاخد فيه التدريب وبتعمل فيه التدريب بتاعك او التاهيل المهني فيه، تمام. الموضوع هنا بسيط برضو. هنا دي الالتزام بالحاجات اللي انت لازم تعملها عند ابولك في المنحه. وبيقول لك مكان الدراسه، بتختار اي دوله من الدول اللي انت موجود فيها، او ممكن تختار ماليزيا، المغرب، تونس، تركيا فقط لو حبيت تطلع في دولة تانية بره بلدك الأصلي. وبتوفر لك راتب شهري، تكلفة العلاج، رسوم الدراسية بالمجان، تذاكر السفر بالمجان، كل التكاليف بالمجان عليه. خامس حاجة اللي هو برنامج بقى ده خاص بدرجة البكالوريوس ولكن لدول معينة، اللي هي نفس الدول برضو، من ضمن الدول اللي فيها الصومال، السودان، واليمن. دي الدول العربية اللي موجود فيها البرنامج ده، ودي نفس درجة البكالوريوس العادي اللي هو اللي هي درجة البكالوريوس العادية اللي احنا كنا اتكلمنا عليها هنا في الاول، الدراسات الجامعية، ولكن متحددة لدول معينة. زي هنا الزراعة برضو هتلاقي التعليم، هتلاقي الطب موجود، هتلاقي كل حاجة موجودة هنا. ومطلوب منك انك تلتزم بالمنحة وتلتزم يعني عدم الحصول على منحة اخرى، او انك تشتغل في البلد اللي انت هتدرس فيها، او كل الكلام ده. وبيقول لك مكان الفرصة، ممكن تختار بلدك او تختار ماليزيا، المغرب، تونس، تركيا، اي واحدة من دول. الموضوع بسيط جدا. المنحة فيها 5 مراحل دراسية، بتشوف المرحلة المناسبة ليك وبتقدم عليها. طب انا دلوقتي عايز اقدم مثلا فليكن لمرحلة الدراسات الجامعية او مرحلة البكالوريوس، وعايز ادرس طب مثلا، وعايز ادرس اي تخصص، اعمل ايه؟ هتيجي في الاخر كده هتلاقي ظهر لك كلمة قدم الان، هتلاقيها موجودة هنا، تضغط عليها، تمام، تضغط على كلمة قدم الان عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيفتح لك بالشكل ده. طبعا مش موجود فيه اللغه العربيه، عشان ما حدش يجي يقول لي انا عايز اقدم باللغه العربيه، لا، موجود لغتين هنا، اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. ممكن تختار اللغه اللي انت عايز تكمل بيها الابلكيشن بتاعك. هنا مطلوب منك الايميل والباسورد بتاعك. طب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد، هتعمل ايه؟ هتيجي عند ريجستر هير دي وتضغط عليها عشان تعمل اكونت جديد وتسجل في المنحه. مطلوب منك شويه بيانات تحطها هنا، اسمك الاول، الاسم الاخير بتاعك، تاريخ ميلادك، الايميل بتاعك، وتركز فيه تحطه كويس عشان هتوصلك رساله تاكيديه على الايميل، الجنسيه بتاعتك، الجندر بتاعك، ديانتك مسلم مسيحي ولا اي ديانه بالظبط، الدوله اللي انت قاعد فيها حاليا، لو بلد الجنسيه اللي انت قاعد فيها يبقى تختار نفسها، وتكتب المدينه اللي انت عايش فيها، وبعدين تضغط على كلمه سبميت. اول لما انت تضغط على كلمه سبميت هتجيلك رساله على الايميل. الرسالة اللي هتجيلك على الايميل بالشكل ده. طب الرسالة دي فيها ايه؟ فيها الباسورد اللي انت المفروض تستخدمه. ليه؟
لان هنا انت عشان تخش للابليكيشن انت مطلوب منك ايميل والباسورد، والايميل هو الايميل اللي انت حطيته في التسجيل هنا، ولكن انت محتاج باسورد، فهم بيعملوا لك باسورد جديد وانت بتاخد الباسورد ده وبتنسخه هنا عشان يفتح معاك الابليكيشن. خلاص، بعد لما تحط الايميل والباسورد تضغط على كلمة لوجن عشان يدخل معاك على الابليكيشن بتاعك. الابليكيشن بسيط جدا، هنتكلم فيها عن الاوراق المطلوبة وايه البيانات المطلوبة. اول حاجة بيقول لك هل انت قدمت يعني في الابليكيشن ده، هل عندك ابليكيشن مفتوح دلوقتي ولا لسه جديد في الموقع؟ فتقول له مثلا انا لسه عايز اقدم لمنحة، فتيجي تضغط على كلمة ابلاي فور سكولرشيب، تضغط عليها. تمام، هيظهر لك هنا كذا مرحلة دراسية. هنا بقى اللي احنا المراحل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، يقول لك هل انت عايز تدرس درجة البكالوريوس ولا الدكتوراه ولا الماجستير ولا ما بعد الدكتوراه، ابحاث الدكتوراه ولا ايه، فبتختار الدرجة اللي انت عايزها. فليكن مثلا انا عايز اختار درجة البكالوريوس، حاجة اضغط على دي تمام عشان يدخلني على درجة البكالوريوس، وبعد كده تيجي تضغط على كلمة ابلاي ناو، هتيجي تضغط عليها. هنا بيقول لي ما ينفعش انك تخش على الابلكيشن لانك اوريدي عامل واحد، عشان انا كنت جربت اقدم قبل كده، فبالتالي انا هرجع تاني، لان انت ممكن في الابلكيشن ده تملاه وتملى منه جزء، ولو حبيت ترجع له تاني بعد شويه وتكمل بقيه البيانات فيه ممكن عادي تستكمل عادي الابلكيشن بتاعك. فهنا لو انت عايز ترجع للابلكيشن مره اخرى، مثلا بدات فيه النهارده وعايز تكمله بكره وفي اليوم اللي بعده عايز ترجع للابلكيشن تاني، بتيجي تضغط على فيو ان بروجريس عشان يدخلك على الابلكيشن الاساسي اللي انت كنت بدات فيه. ده الابلكيشن اللي انا كنت بدات فيه، هضغط على كلمه اوبن هنا عشان يفتح معايا الابلكيشن. دي الحاجات اللي مطلوبه منك انك تملاها داخل الابلكيشن بتاعك. اول حاجه مطلوب منك درجتك في الثانويه العامه. بيقول لك انت جبت كام في الثانويه العامه بالنسبه المئويه، يعني جبت 70 80% 98%، بتكتب انت جبت كام. تمام، تاني خطوه اللي هي الباشلر ديجري ستادي بروبوزال، اللي هو تختار فيها التخصص اللي انت عايز تدرسه تبع المنحه. تمام، يعني انت ناوي تدرس تخصص ايه. فليكن مثلا انا عايز تخصص مثلا في الهيلث، مثلا في الصحه. تمام، يبقى اختار هيلث واختار البروجرام اللي انا عايز ادرسه، ميديسن مثلا، طب. يبقى انا اخترت كليه الصحه مثلا، التخصص الفرع اللي انا عايزه فيها هو الطب. تمام، ركز بقى معايا كويس قوي. هنا بيقول لك في السؤال ده بيقول لك هل انت معاك قبول من جامعه، يعني هل انت مثلا، مش احنا قلنا ان لازم تكون الاول حاصل على قبول من الجامعه، او ممكن تقدم عادي للمنحه من غير ما تكون حاصل على قبول. يبقى انت ممكن يكون معاك قبول حاليا من جامعه، لو انت عايز تدرس في جامعه في بريطانيا مثلا، لو انت ناوي على الدراسه فيها ممكن تقدم من غير ما تكون لسه قدمت للجامعه، او لو انت معاك قبول في الجامعه يستحسن بيكون كويس برضه. فهنا بيسالك هل انت خدت قبول ولا لسه ما خدتش قبول، فبتقول له مثلا انا معايا قبول. تمام، انا خلاص اوريدي معايا قبول. فلو اخترت ياس انك معاك قبول حاليا من جامعه من الجامعات الشريكه، بيقول لك اختار الدوله اللي انت قدمت ليها اللي موجود فيها الجامعه اللي انت مقبول فيها، مثلا كندا مثلا، تكتب له اسم الجامعه ايه، تكتب له انت قدمت للجامعه دي امتى، المتوقع انك تتخرج من الجامعه دي امتى لو بدات الدراسه فيها. تمام، يبقى بتملى كل البيانات دي. في حاله اذا انت لسه مش معاك قبول جامعي بتضغط على كلمه نو. طب لو ناس دلوقتي او شخص مثلا بيدرس حاليا في جامعه في بلده وعايز ان هو يستفيد من المنحه دي اثناء دراسته في الجامعه في بلده، تمام، هيعمل ايه؟ هيجي يضغط على الجزء ده اللي هو بيقول لك ايه، هل انت مسجل حاليا في جامعه، يعني انت دلوقتي بتدرس في السنه الاولى في جامعه اوريدي بدات الدراسه، لان هنا الجزء ده معناه اللي انت خدت قبول بس لسه ما بداتش. هنا الجزء ده معناه انك بدات دراسه بالفعل في الجامعه دي. فلو انت عندك دراسه في الجامعه دي، بدات في جامعه ومثلا عندك تسجيل فيها، يعني اكملت السنه الاولى فيها وانت في السنه الاولى فيها، بتختار مثلا ياس وبتحط بقيه البيانات، بتقول لهم انا بدات من السنه دي للسنه دي، بتقول المستوى بتاعك حاليا دلوقتي انت في السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، بتختار المستوى فيها. تمام، هنا الموضوع بسيط جدا. بيقول لك دي معلومات اضافيه، بيقول لك سمعت عن المنحه ازاي، بيقول لك هل عندك اي مرض ممكن يمنعك من السفر، فمثلا بتقول نو. بيقول لك هنا برضو امراض عضويه عندك، فبيقول لك هنا برضو نفس النظام، بيقول لك هل عندك مصدر دخل سنوي، يعني في تمويل بيجي لك من شخص معين خارجي مثلا او كده، فبتقول يس او نو على حسب. وبعد كده بتخش على الاتاتشمنت. بس قبل ما نخش على الاتاتشمنت نسيت اقول لكم حاجه، ان هنا في الجزء بتاع اللغه، اثبات اللغه. هنا بيسالك عن اللغات اللي انت بتعرفها وتكتب مستواك فيها، فبتيجي عند كلمه اد لانجويج عشان تضيف اللغات اللي انت بتعرفها وتضيف مستواك فيها. فهنا بتضغط على البلس دي
فمثلا بتكتب الانجليش مثلا، تمام، بتكتب اللغة الانجليزية مثلا، انا بعرف في اللغة الانجليزية، فبتكتب انجليش مثلا، وبتحط بقى مستواك، يعني في الريدنج مثلا مستواك ايه، اكسلنت، جود، فير، الرايتنج نفس النظام، بتضيف مثلا فرنش، بتضيف العربي، وهكذا بتضيف اللغات كلها اللي انت بتعرفها، تمام. بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على جزء الاتاتشمنتس اللي هو المرفقات، وفي الجزء ده مطلوب منك شوية ورق تحمله. اول حاجة مطلوبة منك صورة الباسبور او صورة الهوية بتاعتك، الناس اللي ما عندهاش الباسبور تقدر تحمل عادي صورة البطاقة او صورة الهوية. مطلوب منك كشف، مطلوب منك قصدي هنا اللي هو شهادة الميلاد بتاعتك، تمام، تحط صورة ليها هنا. مطلوب منك شهادة صحية تثبت انك خالي من الامراض، حاجة بسيطة جدا كنا اتكلمنا عليها كتير وقلنا بتاخدها من اي مستشفى او عيادة قريبة منك. مطلوب منك الترانسكريبت بتاع الثانوية العامة، كشف الدرجات بتاع الثانوية العامة او شهادة التخرج بتاعت الثانوية العامة بتاعتك بترفقها هنا. ومطلوب منك اثبات شهادة لغة ايلتس تويفل او اي شهادة، يعني هنا عشان الناس ما تجيش تسألني هو لازم الايلتس او التويفل، لا، اي شهادة عندك بتثبت مقدرتك في اللغة الانجليزية تقدر تحطها هنا. طب لو في شخص ما عندوش شهادة مثلا يعمل ايه؟ في مراكز بتكون موجودة في بلدك، يعني مثلا في مصر، في المغرب، في الجزائر، ممكن انت تروح لاي مركز من المراكز دي وتقول لهم انا عايز اعمل امتحان تحديد مستوى، وتعمل الامتحان ده، وبعد لما بتخلص الامتحان ده هم بيدوك شهادة بالمستوى بتاعك، فبالتالي انت كده بيبقى معاك شهادة اثبات لغة، مش مطالب الزامي انك يكون معاك ايلتس او تويفل، اي شهاده عادي متاحه ليك. وطبعا لو انت بتدرس حاليا برنامج باللغه الانجليزيه فكمان ممكن تقدم اثبات على الكلام ده. طيب بعد لما بنخلص الملفات دي وبنحطها بنيجي لاخر جزء اللي هو جزء بقى خلاص الكونفرميشن، انك بتاكد كل البيانات اللي انت حطيتها وانك موافق على كل شروط البرنامج، بتعلم صح على كل الخانات دي، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت. لما بتضغط على كلمة سبميت يبقى انت كده قدمت للمنحة، تمام؟ طيب بالنسبة بقى للبرامج التانية، يعني الناس اللي عايزة تقدم للماستر او الدكتوراه او برامج التعليم الفني، نفس النظام، بتيجي تضغط على كلمة ابلاي فور سكولرشيب، تمام؟ وهيظهر لك البرامج كلها، هتختار هنا الماستر الدكتوراه، هتختار البرنامج اللي انت عايزه وتقدم عليه بنفس الخطوات اللي احنا كنا مشينا عليها في برنامج البكالوريوس، نفس الخطوات، اختلاف بس طفيف وبسيط جدا، تمام. نرجع تاني اكد على معلومه مهمه جدا، المنحه دي بالنسبه لطلاب البكالوريوس انت ما بتدفعش اي تكاليف، بالنسبه لطلاب الماجستير والدكتوراه ما بعد الدكتوراه بتدفع فيهم 50% من قيمه المنحه بعد لما تشتغل وبتدفعها على شكل اقساط. تاني كمان احب اوضح ان المنحه دي هي مؤسسه تمويليه، لازم يكون معاك قبول جامعي عشان تقدر انك تستفيد من المنحه، لانها ما بيتمش قبولك في جامعه بشكل مباشر، لازم انك تجيب قبول الاول من الدوله اللي انت عايز تدرس فيها، بعد كده المؤسسه او البنك الاسلامي للتنميه بيتواصل مع الجامعه اللي انت قدمت واتقبلت فيها وبيمول لك الدراسه بتاعتك وبيديك مرتب شهري كل شهر، تمام. بالنسبه كمان الناس اللي بتدرس طب ومصاريف الطب غاليه جدا عليهم مثلا في مصر، في المغرب، في اي دوله، كمان انت ممكن تستفيد من المنحه دي وتقدم في المنحه دي، وهم ممكن يدولك مرتب شهري يعينك في الدراسه بتاعتك سواء جوه بلدك او بره بلدك، لان المنحه دي بتشمل طول فتره الدراسه، يعني الناس اللي عندها الطب 7 سنين تقدر تقدم للمنحه دي، والمنحه دي تفضل شامله معاك طول ال7 سنين، الناس اللي عندها البرنامج 4 سنين هتفضل المنحه شامله معاهم ال4 سنين، ملهاش عدد سنوات معين، تمام. ده الشرح الكامل للمنحة، اتمنى يا رب تكون المنحة دي مفيدة ليكم، فرصة ممتازة جدا فيها كل المراحل الدراسية، حاولوا تقدموا ليها بأقصى سرعة عشان هي حاجة ممتازة جدا، اتمنى لكم التوفيق ليها وان شاء الله مقبولين وموفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.